مطار الرياض أيضا في 19 صفر عام 1376. اجتماع تاريخي وشيك الوقوع. طائرة أخرى، زائر عظيم يصل إلى قلب المملكة العربية السعودية. أهو ذا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز رئيس الوزراء في الاستقبال. الباندت جواهرلال نهرو رئيس وزراء الهند يخرج من الطائرة. مباحثات جديدة على غاية كبيرة من الأهمية ستجرى قريبا. إن نهرو زعيم أمة آسيوية كبرى، وهو أيضا بطل من أبطال استقلال الأمم. إنه يأتي إلى المملكة العربية السعودية ليقوي أواصر الصداقة القائمة بين البلدين. منظر لبناية بلدية الرياض حيث يقوم نهرو وحاشيته بزيارتها. إن المستقبلين ينتظرون قدوم الزائر الهندي الكبير. صاحب السعادة الشيخ محمد علي رضا زينل وزير التجارة يرافق رئيس وزراء الهند في زيارته للبلدية. يظهر كثيرا من الاهتمام ويستمع بانتباه إلى برنامج زيارته التي ستستمر 4 أيام. إنه يتجه بعد ذلك إلى القصر الملكي. هناك جلالة الملك سعود ينتظر رئيس وزراء الهند، وهو الزعيم الرابع الذي يزور المملكة العربية السعودية خلال 5 أيام. حقا إنه أسبوع تاريخي حافل خطير.